والغرض اوريدي من قطاع الناشئين كله هي دي، هي الفتره دي لما الفريق الاول يبقى محتاجك يلاقيك. فالحمد لله هم ظهروا بشكل كويس والعناصر دي كلها موجوده. يمكن النهارده حتى التمرين شغالين تمرين العدد مش مكفي، بدانا نبص على عناصر جديده. الحمد لله يمكن في حوالي 7-8 لعيبه فوق في الدرجه الاولى، واربع خمس لعيبه سافروا على التشيك معايشات وبياخدوا خبرات وبيكتسبوا خبرات، وده السيستم والرولز اللي ماشي بيها النادي الاهلي، وده النظام اللي ماشي بيه. ازاي اخلي اللعيبه بتاعتي تكتسب خبرات وترجع لي تاني جاهزه؟ لعيبه عندنا امثله زي محمد عبد المنعم وعبد القادر، اللعيبه دي كلها طلعت اعارات واكتسبت خبرات ورجعت بقت لعيبه دوليه ولعيبه يعتمد عليها فيما بعد تصلح للفريق الاول في النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. السنه دي النادي الاهلي في قطاع الناشئين عمل مفاجاه، انه عمل اختبارات من سن مواليد 2014 2015، اكتشاف المواهب من سن مبكر. يبقى انا بقعد باخد خزين المواهب عندي خلاص ببدا من دلوقتي. احنا خلاص بقينا في عصر مختلف تماما، ازاي المواهب الكوره دلوقتي بقت مشروع، بقت استثمار، بقت ازاي تبدا بالمواهب من بدري جدا. فالحمد لله بدأنا ده، والنادي الأهلي كان سباق، يمكن أول فريق أو أول نادي في تقريبا في مصر كلها بيعمل اختبارات ل 2014 و15، وبدأت الناس بعد كده تقلدها بدأ. بس الحمد لله خدنا العناصر الأميز والأحسن، وده اللي بنتكلم فيه. في بقى السيستم، حتى التدريبات بتاعتنا، مراحل التدريب بتاعتنا، بنأسس الأولاد الصغيرين، بنعمل لهم وحدات كاملة في صالات مغطاة وصالات الجيم وصالات أيروبكس، حاجات معينة لتقوية العضلات معينة. بكلمك في سن 8 سنين و9 سنين و10 سنين، ازاي تاسس، ازاي تبني لعيبه محترفه بروفيشنال صح. بدانا من حوالي 3 اسابيع، عندنا خطه اعداد مميزه. نبدا الاول حوالي شهر ونص اعداد البدني، بندخل معاه في حوالي بعد حوالي 3 اسابيع بنبدا نشتغل خطط شويه. بدانا بقى لنا فتره مميزه، بنشتغل بقى لنا 3 اسابيع على الشغل البدني والاحمال والحاجات البدنيه، بنحاول نرفع من الاحمال البدنيه للاعبين. ان شاء الله بنبدا بعد حوالي شهر ونص معسكر ونبدا الماتشات اللي قدام باذن الله. السنه اللي فاتت احنا كنا ماسكين 2006، عملنا موسم مميز معاهم. اشوف ان في تطور حصل في بطولات الجمهوريه عن فتره قبل كده. اعتقد ان السنه الجايه كمان في خطه مميزه، ان احنا يبقى عندنا بطولات جمهوريه مميزه عن السنين اللي قبلها. هنشوف السنه اللي جايه ان شاء الله مدى التطور اللي هيحصل في البطولات باذن الله. قطاع البراعم بنشتغل 5 ايام، وزي ما حضرتك شايفه بنبدا من الساعه 6 الصبح وعملنا اختبارات الحمد لله، وابتدينا تصفيات من الاختبارات. والاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى في مقارنه بيننا وبين الاختبارات اللي نجحوا والولاد القدام اللي عندنا. قصه البرامج دي اصعب حاجه طبعا حضرتك، دي انت بتاسس اللعيب عشان يطلع للقطاع الشباب او الفرق، يبقى متاسس كويس. وزي ما حضرتك شفت الحمد لله اللعيبه اللي لعبت في الدرجه الاولى كل دي من ولاد النادي ومتاسسين من مدرسه الكوره. فان شاء الله السنه دي تبقى احسن وتبقى موسم كويس، والدفع بالشباب دي حاجه كويسه، وان شاء الله موفقين النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله احنا شغالين كويس، بقى لنا 3 اسابيع، ده الاسبوع الرابع. الحمد لله شغالين فترتين في الاسبوع، الاولاد وصلوا لحاجه كويسه، مرحله كويسه، الحمد لله ان شاء الله هنكمل على كده لغايه الاسبوع السادس، وبعد كده نطلع المعسكر. احنا عندنا دوري الجمهوريه دوري قوي، دوري الجمهوريه اصلا في منتخب 2006، احنا عندنا 10 لعيبه في المنتخب، فدي حاجه كويسه لينا. احنا اكتر فرقه فيها لعيبه من المنتخب في النادي الاهلي، فالحمد لله يعني احنا ماشيين كويس. اول حاجه انا بشكر كل الجهاز في قطاع الناشئين، مدربين واداريين وعمال، وكابتن خالد بيبو عامل شغل كويس. ده مجهود سنتين احنا شغالين، بقالنا سنتين الحمد لله الولاد ظهروا مظهر كويس. الولاد دولت شغالين بس بقالهم 3 اسابيع، اتمرنوا مع الفريق الكبير 8 تمرينات بس، ما لعبوش ولا ماتش ودي. الحمد لله يعني الحمد لله ادوا اداء كويس قوي.